أهلا بكم. لكل ماض عريق أجداد يتركون خلفهم ويجسدون التراث والثقافة والحضارة، فأهلا ومرحبا بكم في عبق. شواهد تراثية من الماضي التي لا تنتثر، وفيها عبق التراث الذي لا تمحيه آثار تلك الأيام العابرة، تفاصيل تعانق كل صفحات الزمن الجميل من ذاكرة الأيام. اسم المعرض معرض تواصل الأجيال. المعرض يتكون من 4 قاعات. أول قاعة اللي هي قاعة البدوية، وهي قاعة الاستقبال، وكما تعرف أنه البدو مشهورين بكرم الضيافة وهذا الأمور، وكذلك باقي البيئات في عمان، ولكن دائما التركيز على البيئة البدوية في هذا الجانب، وتحتوي على البيئة البدوية القاعة الاستقبال، البيئة البدوية وركن المكتبة. بعد القاعة الأولى اللي هي قاعة الاستقبال ندخل إلى قاعة أم سالم المرحومة الوالدة طفولة رمضان عوض بام خالف، والتي تشتهر بمحافظتها على الموروث. وتنقسم الغرفة إلى عدة أجزاء: السرير، سرير الطفل، والسرير الرئيسي، والأزياء الرجالية والنسائية، وأيضا صناعة العطور والبخور والملابس. ثم ندخل إلى القاعة الكبرى، حيث أن هذه القاعة تحتوي على البيئة الريفية بالمغنيط، وهو بيت العرسان، وأيضا الزي التقليدي للمرأة في الجبال، وكذلك الرجل في الجبال، بالإضافة إلى الصناعات الجلدية. أيضا في نفس القاعة صناعة السعافيات، وأيضا صناعة الفخاريات بمختلف مكوناتها. عندما تدخل يصادفك صناعات الفضية، وهي الصناعة التي تجدها الله يرحمها الوالدة، وأيضا مال الضيافة وأدوات المطبخ والسيوف والرماح، وأيضا العيدان، وأيضا من ضمن العيدان اللي هو الرمح المحلي في ضفال اسمه الكات، وأيضا أنواع الخناجر في عمان. ومن ثم نوصل إلى الحرف، التجارة والنجارة والزراعة، وأيضاً طريقة الكتابة التقليدية القديمة، والكتب المناهج اللي كانت في عمان في بداية 70s and 80s، وأيضاً تحتوي أيضاً على النوافذ بأشكالها 6، حيث خلفها 2, 3, 4, 5, 6. أيضاً ندخل إلى القاعة، وقبل ما ندخل إلى القاعة درهم بالقبالية الشحرية تعني الفلوس. الناس تسوي إصدارات كإصدار، ولكن أخذنا نهج الفئات 100 بيسة مع بعض، حيث تحتوي هذه العملات على مكنونات تراثية وحضارية عمانية، والعملات ليس بس للتداول، أيضا هناك رسالة ترسلها العملات أنه المحافظة على الموروث سواء القديم أو الحديث. الحفاظ على التراث ضرورة أساسية تتوارثها الأجيال، كالألعاب الشعبية وتراثيات أجدادنا المختلفة التي تحقق ذاتها الحضارية وإثبات هويتها في ماضيها وحاضرها. إذن مشاهدينا الكرام، من الجميل أن نحفظ على تراث آبائنا وأجدادنا، فلا بد أن يكون لهذا التراث إرث خالد. إلى أن نلقاكم في فقرة وحلقة أخرى من عبق، إلى اللقاء.